بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حبايبي بإذن الله بصور لكم محل بيبي ستور يا حبايبي. هذا المحل مكة المكرمة العتيبية شارع الأندلس يا حبايبي. أدخلوا من محل اسمه قطر الندى محل أقمشة. أدخلوا الزجاج اللي جنبه حيكون هذا المحل موجود في نفس هذا الزجاج بيبي ستور. شوفوه عشان تستدلوا على المحل. كمان في جنبه فهد الجلابيات والملابس. خلاص حبايبي محل جنبه محلات جلابيات اخرى. هو محل جلابيات كمان محلات جلابيات بيتي جلابيات استقبال. تعالوا ندخل نشوف الموديلات الموجوده عندهم والاسعار. طيب يا حبايبي اخذ لكم كده جوله بالكاميرا نستعرض الموديلات الموجوده في المحل. بعد كده نشوف الالوان الموجوده منها ونشوف الاسعار. شوفوا يا حبايبي الجلابيات استقبال في منها المغربي وفي منها موديلات تانية أقمشة مختلفة. هنا يا حبايبي جلابيات بيتي جلابيات يعني قصيرة جلابيات طويلة الشيء اللي تبغيه. وكمان فيه كده مجموعة تنانير يا حبايبي. تعالوا نشوف الجلابيات وأسعارها. طيب يا حبايبي نبدأ من هذه الجلابيات العسيري. شوفوا يا حبايبي جلابيات طويلة أكمام طويلة. كل هذه حبايبي شغل بالخيط بالفصوص. هذه الجلابية حبايبي 80 ريال. السعر قابل للتفاوض. المقاسات يا حبايبي من سمول إلين 2X. تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذا الموديل. طيب يا حبايبي شوفوا اللون الثاني اللون الأسود تفضلي. طيب يا حبايبي معانا اللون الكحلي أيضا. طيب يا حبايبي اللون العودي اللون الزيتي يا حبايبي. ما ادري واضح في الكاميرا بس هذا زيتي يا حبايبي ما هو اسود. كمان عندنا يا حبايبي اللون الاصفر. خلاص يا حبايبي السعر هنا 80 ريال قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي شوف الموديل الثاني. هذه جلابيه مغربي يا حبايبي. جلابيه طويله باكمام طويله. شوف الشغل اللي عليها يا حبايبي شغل بالخرز بالكريستالات يا حبايبي وبالسيلان والفصوص زي ما احنا شايفين. طبعا هذه الجلابيه بغطاء للرأس. شوفوا الكم كم عادي يا حبايبي من دون اسورة من دون شيء. هنا السعر يا حبايبي 100 ريال او السعر قابل للتفاوض. تعالوا نشوف الالوان المتوفرة من هذه الجلابية. بدي اقول لكم من المقاسات لين دبل اكس. طيب يا حبايبي وريتكم اللون البيج. هذا اللون الوردي نفس التصميم يا حبايبي تفضلي. اللون اللي بعده يا حبايبي اللون الكحلي. ما شاء الله الوان يعني كثير متوفرة من هذا الموديل تفضلي. كمان عندنا اللون الابيض الناصع اللي يحبوا ذا اللون. كمان عندنا اللون العودي حبايبي. إذن اللي بعده اللون الاخضر في منه درجات. شوف هذه الدرجة حبايبي هذه درجة. كمان عندنا درجة افتح. ايش رايكم في هذه الدرجة من اللون الاخضر. كمان يا حبايبي هذا اللون البيج اللي وريتكم هو على المانيكان. كمان في درجة حبايبي افتح زي ما احنا شايفين. طيب هذا اللون التركوازي حبايبي. اذكركم بالسعر 100 ريال والسعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي عندنا نفس التصميم هنا يا حبايبي مغربي لكن نفس النقش يا حبايبي. التطريز يا حبايبي مختلف النقشة. كمان هنا تطريز بالخرز المكسر بالكريستالات بالسيلان يا حبايبي زي ما احنا شايفين. ايش رايكم في التطريز؟ نفس الموديل يا حبايبي. كم السعر هنا يا اختي بالنسبة لهذه الجلابية؟ 100 ريال والسعر قابل للتفاوض. متوفر هذا التصميم بلونين. هذا اللون العودي وهذا اللون الزيتي يا حبايبي لونين بالنسبة لهذه الجلابية. طيب يا حبايبي عندنا كمان هذا المغربي بس بتقول لي هنا هذا حاليا اخر جلابيه من هذا التصميم. شوف يا حبايبي كمان حيرانه وهذا البخنق اللي مشهور به الزي المغربي. تطريز يا حبايبي في الجهتين باللولو بالخرز المكسر بالكريستالات. خلاص يا حبايبي 100 ريال ايضا هذه الجلابيه والسعر قابل للتفاوض. شوف يا حبايبي نشوف هذه الجلابيات ايضا جلابيات طويله يا حبايبي متسعه من الاسفل كلوش. نوريهم يا اختي اتساعها من الاسفل. شوفي حبايبي تسعة من الأسفل. شوفوا الكم أيضا الكم كلوش.
هذه حبايبي هذه مش طباعة، هذا كله شغل بالخيط باللون الذهبي. خلاص يا حبايبي شوفوا تصميمها بسيط ورايق. كم سعرها هنا يا اختي؟ 100 ريال، والسعر قابل للتفاوت. تعالوا نشوف الالوان متوفرة من هذه الجلابية. شوفوا كمان يا حبايبي هذه درجة اخرى من درجات اللون الازرق، نفس التصميم يا حبايبي، التطريز بيكون باللون الذهبي. شوفوا هذا اللون يا حبايبي، تفضلي. اللون اللي بعده اللون التيفاني، ايش رايكم فيه؟ المقاسات لين 2X. خلاص يا حبايبي ايضا اللون الابيض، اللي يعشقوا هذا اللون تفضلي. اللون البيجي حبايبي شوف كده، كمان عندنا هذا اللون. خلاص يا حبايبي الوان متعددة، 100 ريال والسعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي عندنا هذه الجلابية ايضا، جلابية ميدي حبايبي، تعالوا نشوفها عن قرب. تطريز يا حبايبي على منطقة الصدر إلى بعد خط الوسط بالسيلان يا حبايبي، وبالخيوط باللون الذهبي. هنا الكم يا حبايبي، كم جابونيز يا حبايبي، كم قصير. المقاسات يا حبايبي إلين 2X، السعر 80 ريال والسعر أيضا قابل للتفاوض. تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذه الجلابية. طيب يا حبايبي نشوف اللون الثاني، شوفوا اللون الثاني معانا من نفس التصميم، 80 ريال ايضا. عند اللون الابيض اللي وردتكم هو على المانيكان، اللون التركوازي حبايبي زي ما احنا شايفين، طبعا هي متسعة من الاسفل. اللون التيفاني يا حبايبي، كمان عندنا اللون الاصفر. خلاص يا حبايبي السعر 80 ريال قابل للتفاوض، والمقاسات لين دبل اكس. تعالوا نشوف المزيد من الموديلات. طيب يا حبايبي نشوف التصميم هذا، ايضا جلابية حبايبي طويلة، اكمام طويلة عليها تطريز يا حبايبي بالخرز المكسر والكريستالات. شوفوا الكم هنا طويل في قصة وعليها هذا التطريز، نفس التطريز يا حبايبي على منطقة الصدر. شوفوا تطريز سندل وناعم. السعر يا حبايبي 80 ريال، المقاسات ايضا لين دبل اكس 80 ريال. طبعا السعر قابل للتفاوت. تعالوا نشوف الالوان متوفرة من هذه الجلابية. طيب يا حبايبي ايش رايكم في اللون الثاني، اللون التيفاني؟ شوفوا كده يا حبايبي التطريز، خلاص 80 ريال السعر قابل للتفاوض. نشوف اللون الوردي يا حبايبي، شوفوا كده طبعا الجلابية يا حبايبي متسعة من الاسفل، نوريهم اتساعها من الاسفل يا اختي. شوفي حبايبي واسعة جاية زي كلوش. خلاص يا حبايبي إذا اللون الرابع هو اللون الأبيض. خلاص يا حبايبي تعالوا نشوف المزيد من الموديلات. طيب يا حبايبي نشوف هذا النموذج، هذه جلابية الفراشة يا حبايبي، شوفوا كده عليها هذا التطريز باللولو. هذه الكلفة يا حبايبي كمان عليها تطريز زي ما احنا شايفين، أكيد واضح في التصوير. يا حبايبي باقي قطعتين قدامي من هذا التصميم، ممكن إن شاء الله يجيبوا دفعة تانية. المقاس اللي قدامي حبايبي لارج، لكن زي ما انتم عارفين شوفوا كيف هذه الفراشة طبعا تستوعب الكثير من الأجسام، تستوعب الأجسام النحيفة المتوسطة الممتلئة. خلاص حبايبي 80 ريال أيضا السعر قابل للتفاوض. أوريكم اللون الآخر موجود من هذا التصميم حبايبي، ده اللون الثاني وكده نفس المقاس حبايبي مكتوب سمول. خلاص إن شاء الله يجيبوا لكم المزيد من هذه التصاميم، 80 ريال يا حبايبي السعر قابل للتفاوض. طيب يا حبايبي عندنا هذه التصاميم أيضا، هذه جلابيات حبايبي جلابيات استقبال، مقاساتها لين 2X يا حبايبي والسعر 50 ريال. هذا السعر يا حبايبي السعر من الآخر. شوفوا كلها جلابيات طويلة، أكمام طويلة عليها شغل بالخيط كده بالفصوص. خلاص يا حبايبي 50 ريال. عندنا بس النقشات بتكون مختلفة بالنسبة لهذه النقشة حبايبي، متوفرة بعدة ألوان تعالوا نشوفها. طيب يا حبايبي شوفوا اللون الثاني، اللون الأسود أيضا معانا اللون الثالث من نفس النقشة يا حبايبي 50 ريال. طيب يا حبايبي عندنا أيضا هذه الجلابية نفس التصميم يا حبايبي، جلابية طويلة بأكمام طويلة عليها شغل يا حبايبي بالخيط وبالفصوص. هنا يا حبايبي السعر 50 ريال السعر من الآخر، المقاسات لين 2X. خلاص يا حبايبي تعالوا نشوف الألوان متوفرة من هذا التصميم.
وريتكم حبابي الوردي كمان معانا هذا اللون الرصاصي الغامق. ايضا عندنا حبايبي هذا اللون 50 ريال لاي قطعة من هذه القطع. طيب يا حبايبي كمان هذا التصميم جلابية طويلة باكمام طويلة عليها تطريز طبعا بالخيط بالفصوص، 50 ريال يا حبايبي لهذه الجلابية، والمقاسات لين دبل اكس. تعالوا نشوف الالوان المتوفرة من هذا التصميم. وريتكم حبايبي اللون التركواز، هذا اللون البني، عندنا اللون البيج حبايبي هذا او الكافي، كمان عندنا اللون الزيتي. اذا 4 الوان متوفرة من هذا التصميم. طيب يا حبايبي عندنا جلابيات استقبال ايضا يا حبايبي، قماش مطبوع، شوفوا كده نزلت لكم المانيكان وعليه تطريز يا حبايبي بالخيط وبالفصوص، اكمام طبعا طويلة زي ما احنا شايفين هنا يا حبايبي. السعر 50 ريال، السعر من الاخر يا حبايبي. المقاسات لين دبل اكس. تعالوا نشوف الالوان المتوفرة من هذا التصميم يا حبايبي، 3 الوان. وريتكم اللون الاول، عندنا اللون الثاني، طبعا هنا مسوين دمج في الالوان يا حبايبي، اللون الاسود مع الاحمر مع زي ما احنا شايفين نقوشات بالوان مختلفة، شوف كده نفس الشيء تطريز يا حبايبي. اوريكم التصميم من الخلف، شوف يا حبايبي التصميم من الخلف. عندنا ايضا اللون هذا، اللون الاخضر مع الاسود مع الكافي، خلاص يا حبايبي 50 ريال ايضا لهذه الجلابية. السعر من الاخر. يلا تعالوا نشوف المزيد من الرسمات. طيب يا حبايبي عندنا جلابيات استقبال ايضا، هذه حستها يعني خامة باردة يا حبايبي، هذا دوسري قماش مطبوع زي ما احنا شايفين وعليه كمان تطريز، هذا يا حبايبي هذا تطريز بالخيط و كمان موجود تطريز كده جزء من التطريز على الكم. جلابية طويلة أكمام طويلة، السعر 40 ريال يا حبايبي، السعر من الآخر. خلاص يا حبايبي هذه جلابية لونها أسود وعليها نقوشات كده باللون الموف باللون الأحمر وعليها هذا التطريز بالخيط. خلاص يا حبايبي 40 ريال لأي جلابية من هذه الجلابيات. تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذا التصميم. هنا يا حبايبي عندنا كمان هذا اللون زي ما احنا شايفين 40 ريال ايضا. طيب يا حبايبي عندنا كمان هذا اللون، لون البني، تعالوا نشوف اخر لون. طيب يا حبايبي اللون الرابع اللون الاحمر 40 ريال ايضا لهذه الجلابية. طيب يا حبايبي وريتكم جلابية الاستقبال ايضا، هذه جلابية بسيطة يا حبايبي ممكن تصلح الاستقبال، شوفوا جلابية طويلة يا حبايبي اكمام طويلة، جيتكم كده بلاستيك بسيط، شوفوا كمان كلفة حول الرقبة. هنا السعر كم يا أختي بالنسبة لهذه الجلابية؟ 30 ريال، سعر قابل للتفاوض، سعر يا حبايبي من النهاية 30 ريال، بس بقول لكم إنه جاي معاها قطعة في حبايبي طرحة. عندنا هذا التصميم موجود بلونين، اللون الوردي واللون الآخر أوريكم هو. إذا اللون الوردي حبايبي واللون الأصفر زي ما احنا شايفين 30 ريال لأي جلابية من هذه الجلابيات مع الطرحة. خلاص حبايبي طيب يا حبايبي عندنا هذه الجلابية البيتي يا حبايبي، هذه خامة باردة طبعا خامة صيفي، بتقول لي الأخت إنهم غاسلينها فخلاص يعني لما أنت تشتريها ما حتقصر عليك. خلاص حبايبي تعالوا نشوف تصميمها، تصميمها البسيط يا حبايبي هذا المريح، كم رجلان ومن من البداية كده من الصدر بزم تجيكم، هذا التصميم جدا مريح يا حبايبي، شوفوا كيف متسعة من الأسفل طبعا عشان تدي راحة في اللبس داخل البيت بالذات يا حبايبي في فصل الصيف نحتاج لأشياء زي كده باردة وواسعة. المقاسات يا حبايبي لين دبل إكس، السعر هنا 30 ريال قابل للتفاوض. تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذه الجلابية. طيب يا حبايبي وريتكم اللون الأحمر، عندنا اللون الزيتي كمان، اللون الثالث حبايبي اللون الكحلي الغامق زي ما احنا شايفين، تفضلي كمان عندنا اللون الموف الغامق، اللون الأسود، طبعا هذه كلها أقمشة مشجرة زي ما احنا شايفين، اللون النيلي حبايبي تشكيلة يعني كبيرة، اللون الأخضر أيضا علشان انتوا تشوفوا اللون اللي يناسبكم اللون الرصاصي الغامق. خلاص يا حبايبي طب يا حبايبي عندنا ايضا هذه الجلابيات البيتي متوفرة بلونين يا حبايبي، تعالوا نشوف تصميمها عن قرب
هنا عندنا قصة في المنتصف بدال الحزام يا حبايبي عشان تشدوا منطقة الوسط، أكمام قصيرة، شوفوا الكلفة على الأكمام، عندنا الحركة هذه بالكلفة على منطقة الرقبة، هنا يا حبايبي من دون أزارير من دون شيء، السعر 30 ريال، ها السعر من الآخر خاص حبايبي، هذا التصميم متوفر بلونين فقط، المقاسات لين دبل إكس، طيب هذا اللون الأول. هذا اللون الثاني حبايبي اللون السكري مع اللون التكواز، ايش رايكم فيه؟ 30 ريال لاي جلابيه من هذه الجلابيات. طيب يا حبايبي عندنا هذه الجلابيات الميدي، جلابيات ميدي اكمام قصيره، شوفوا حبايبي التطريز على منطقه الرقبه والصدر بهذه الربطه، المقاسات يا حبايبي الين دبل اكس. هنا يا حبايبي بالنسبه لهذه الجلابيات سعرها حلو 20 ريال خلاص حبايبي، السعر من الاخر، متوفر بثلاث ألوان، هذا اللون الكحلي يا حبايبي، تعالوا نشوف الألوان الأخرى، وريتكم اللون الكحلي معانا اللون الأسود أيضا واللون البني يا حبايبي، هذا يصلح بناتي ممكن أو النساء اللي أجسامهم صغيرة أو بنتي حبايبي حلو عليها. طيب يا حبايبي عندنا هذه القمصان البيتي، هنا يا حبايبي قمصان كت يعني من دون أكمام، فتحة بسيطة يا حبايبي كده في الرقبة، شوفوا متسع يا حبايبي كلوش من الأسفل، طبعا هذا ميدي، السعر 25 ريال، هذا السعر يا حبايبي من الآخر. المقاسات هاي هنا يا حبايبي ون سايز، مقاس واحد لكن ما شاء الله يلبس، تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذا التصميم، شوفوا يا حبايبي زي نقشة النمر يا حبايبي، وريتكم اللون الأول، هذا اللون الثاني، نشوف اللون الثالث، اللون الثالث اللون الأصفر، اللون الرابع اللون الأحمر، 25 ريال لأي جلابية من هذه الجلابيات. طيب يا حبايبي شوفوا هذا التصميم أيضا، هذا شيء للبيت قصير يعتبر يا حبايبي بدون أكمام طبعا علاقي، متوفر يا حبايبي بلونين، وهذا يعني إيش أقول لكم فري سايز، مقاس واحد يا حبايبي خلاص. شوف اللون الثاني اللون الموف زي ما أنتم شايفين نقشة النمر. طيب يا حبايبي نشوف هذه القمصان، هذه يا حبايبي قمصان النوم بس خامات باردة، شوف يا حبايبي هذا القميص بحمالات مغاط زي ما احنا شايفين، هذه ربطة حلية خلاص يا حبايبي، قميص قصير هنا السعر 25 ريال، المقاسات لين دبل اكس، تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذا التصميم، تفضلي هذا اللون الأسود، عندنا اللون الأزرق 25 ريال يا حبايبي، السعر قابل للتفاوض، شوفوا اللون الموف كمان، عندنا اللون البينك أيضا، كمان اللون الأبيض. طيب يا حبايبي عندنا أيضا هذه القمصان، قمصان ميدي يا حبايبي كت بدون أكمام، شوفوا يا حبايبي التصميم عن قرب، قصة بزم زي ما احنا شايفين، هذه الفيونكة وال الكلفة عند منطقة الرقبة خلاص حبايبي، هنا التصميم هذا 25 ريال من الآخر، المقاسات إلين دبل إكس، تعالوا نشوف الألوان المتوفرة من هذا التصميم، هذا اللون الأول يا حبايبي العودي، اللون الثاني الأسود زي ما احنا شايفين، اللون الأحمر، اللون البينك، كمان عندنا اللون الأبيض تقريبا، كمان هذا اللون ايش رايكم فيه، واللون الاخير هو اللون العودي حبايبي خلاص 25 ريال لهذا التصميم.